مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة، ومرحبا بكم في السلسلة رقم واحد جزء رقم جوج. هذا الجزء غادي تشوفوا بعض التغييرات فيه، خصوصا في المحور ديال الرؤية والإضاءة. إذا غادي نشوف واحد السؤال، حنحاول نطرق بعض التغييرات في هذا المحور. هذا نبدأ على بركة الله. سؤال رقم 11، مصحح المسار الالكتروني ESP كيساعد السائق بالتحكم في مسار مركبته في المنعرجات الخطيرة. نعم جواب واحد، لا جواب جوج، كيزيد من تأثير القوة النبيذة. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد أربعة. إذا مصحح المسار الالكتروني شنو كيدير باش نفهموا؟ ما غادي نتعمقش فيه بزاف، لكن غنعطيكم جوج نقط اللي غادي تحفظوهم وتسجلوهم عندكم في شي كتاب، باش انك اي سؤال تحط لك غادي تجاوب عليه. اذا مصحح المسار الالكتروني شنو كيدير؟ كيمكن من تقليل تاثير القوه النبيذه. يعني ما كيزيدش من تاثير القوه النبيذه، نبداو بالسؤال الثاني، يعني ما كيزيدش من تاثير القوه النبيذه، فهو كيقلل من تاثير القوه النبيذه، يعني كيخفضنا تاثير القوه النبيذه. وهذه القوة النبيذة نقدر نعطيها مصطلح آخر اللي هو قوة الطرد المركزي. يعني ممكن تسمع كيقلل من تأثير قوة الطرد المركزي اللي هي القوة النبيذة، باش واخا تحطوا لك جوج المصطلحات تعرفهم. يعني القوة النبيذة هي قوة الطرد المركزي. إذا مصحح المسار الإلكتروني، هذا المصحح المسار فهو كيكون بعض السيارات اللي كيكون عندهم هذا المصحح، ما كيكونش في جميع السيارات. إذا عقلنا هذا المصطلح، عقلنا USB باش الا شفتي الرمز ديالو غادي تحطو اسئله وغادي تشوف الرمز ديالو باش عقل عليه. لكن عقل جوج نقط، انه كيقلل تاثير القوه النبيذه اللي هي قوه الطرد المركزي، وكيمكن السائق من تصحيح المسار المركبه ديالو بصفه تلقائيه، خصوصا في المنعرجات الخطيره. يعني انت ملي كتكون في واحد المنعرج خطير، فاما كتبغي تخدم دواسه الحصى، يعني كتبغي تفراني او تزيد السرعه. يعني فرانيتي بحال دابا الا كنتي عندك سياره عاديه، مي كتفراني كتخاف العربه ديالك لا تزلق لك ولا تخرجك من المنعرج، او انك تزيد السرعه الى تضرب لك دوره. يعني بحال دابا كتزيد السرعه تقدر تزلق لك العربه من الخلف. هاد المصحح المسار الالكتروني ولو انت كدير هادشي، فهو كيساعدك على ان المسار ديال المركبه يبقى بلاصتو بشكل تلقائي. اذا جوج نقط، تقليل تاثير القوه النبيذه، ونتصحيح وكيمكن من تصحيح المسار المركبه بصفه تلقائيه خصوصا في المنعرج الخطيره. هادو هما جوج عقلهم. اذا هنا قال لك مصحح المسار الالكتروني يعني كيساعد السائق بالتحكم في المسار المركبي في المنعرج الخطيره، وقال لك كيزيد من تاثير القوه النبيذه. قلنا لا، علاش؟ لانه كيقلل من تاثير القوه النبيذه اللي هي قوه الطرد المركزي. كتبوا هادشي باش تعقلوا عليه. السؤال رقم 12، الضوء اللي يشير على ان زيت المحرك ما كافيش هو الصوره رقم واحد جواب واحد، الصورة رقم جوج جواب جوج، الصورة رقم ثلاثة جواب ثلاثة، الصورة رقم ربعة جواب ربعة. باش تجاوب على هاد الربعة ديال الصور، فخاصك تفهم كل وحدة بوحدة. إذا أنا غنشرحهم لك كاملين، قبل ما نشرحهم غادي نجاوبو، يعني الجواب الصحيح لنا هو رقم جوج. غادي نبدا لك بوحدة بوحدة. غادي نشوف السؤال، الصورة رقم واحد، هذاك الصورة رقم واحد هذاك المؤشر شنو كيعلم؟ كيعلم على ان مستوى سائل الحصارات ما كافيش. يعني ديك الصوره رقم واحد فهي كتعلن على مستوى ديال سائل، مستوى ديال زيت الفران او زيت الحصارات راه ما كافيش، او ان الكابح اليدوي مرفوع. يعني انت ملي كتكون غادي صايق وكيشعل لك، كتقول ربما عندي الفران ديال اليد مهزوز، كتهبطو. اذا ها انت هبطتيه وبقى شاعل، شنو غادي تفهم؟ بلي الزيت ديال الفراميل او زيت ديال الحصار، بحال الحصار بحال الفراميل، زيت ديال الفراميل ناقص قليل بزاف، وخاصك توقف في الحين. الصوره رقم جوج، هذاك الصوره اش كتعني؟ كتعني ان مؤشر، هذا المؤشر كيتعلق بمستوى ديال الزيت، هذا المؤشر كيتعلق بمستوى الزيت. الا شفتيه شاعل لك في لوحه القياده، يعني هذاك الطابلو دبور، يعني لوحه القياده، الا شفتيه شاعل لك شنو كتفهم؟ ان عندك وجود مشكله في تزييد اجزاء المحرك. هادو حاول تسجلهم، لان هاد المصطلحات فين ما يخرجوا لك تعرف الجو.
يعني شفتي هذا كتفهم ان عندك وجود مشكله في تزييت اجزاء المحرك المركبه، يعني عدم وجود ضغط زيت كافي، يعني داك الزيت ما كافيش، غد عدم ضغط زيت كافي او ان مستوى الزيت منخفض جدا داخل المحرك. يعني داخل المحرك يا اما عندك ضغط الزيت ما كافيش او مستوى الزيت منخفض بزاف. هادو هما جوج حوايجات اللي كتفهم، يعني كتفهم ان مشكله في زيت اجزاء المحرك ديال المركبه، ولا وجود ضغط زيت غير كافي، يعني بحال هو زيت اجزاء المحرك، او ان مستوى الزيت منخفض بزاف داخل المحرك. واضح هادي؟ نمشيو الصوره رقم 3. الصوره رقم 3 هاد المؤشر هذا لاش كيعني؟ كيعني ان مستوى ضغط الهواء في العجلات مين كتشوفو، يعني كتفهم عندك المستوى ضغط العجلات فيه شي مشكل. رانا نشوفو شنو كيقولنا. كيقولك وجود مشكله في ضغط الاطار المطاطي للعجلات، يعني عندك مشكل في ضغط الاطارات المطاطيه للعجلات، او نظام مراقبة ضغط الإطارات عندك فيها مشكل، يعني عندك مشكل في نظام مراقبة ضغط الإطارات، أو عندك مشكل في ضغط الإطارات المطاطية للعجلات. هذا كيتعلق غير بالضغط ديال الإطارات المطاطية. يعني ملي كنقول إطار مطاطي شنو هو؟ هو داك الرويضة، هو داك البنو، هو داك الكحل. كاين عندنا الرويضة فيها من الفوق هذاك البنو اللي هو كحل، وعندنا من الداخل الجنطة، يعني كنهضرو على إطار مطاطي هو داك الفوقاني ديال الرويضة. نمشيو للصوره رقم 4. الصوره رقم 4 هذاك واش كيتعلق؟ هذاك كيتعلق باشتغال نظام مضاد لحصر العجلات، يعني لالابيس هو نظام المضاد لحصر العجلات. الا شفتي حتى هو شعلك في لوحه القياده، اشنو كتفهم؟ كتفهم انك عندك عطب في نظام الحصار، عندك عطب في نظام الحصار، او نظام مضاد لحصر العجلات فيه مشكل. يعني هذو جوج اللي كيكون عندك، يعني يا اما عندك عطب في نظام مضاد لحصر العجلات، او عندك عطب في نظام ديال الحصار. اذا الجواب عندنا صحيح هنا هو رقم 2. هذا الشيء جديد، فيه بزاف المصطلحات. كنحاول نعطيكم مصطلحات اللي غادي تخدم بهم النار في الامتحان، ما حاولش نعطيكم مصطلحات غير هكاك اللي كنعرفوها حنايا، حاولت نخدم مصطلحات اللي كتخدم بهم النار باش اليوم الامتحان الا شفتيهم مي برضوش. ولكن هادشي ضروري خاصك واحد الكتاب وستيلو باش نوطي المعلومات كاملين. السؤال رقم 13، في هاد الطريق من الواجب نعطي حق الاسبق للعربة البيضاء؟ نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هي اللي تعطيني حق الأسبقية؟ نعم جواب 3، لا جواب 4. الجواب صحيح في هذا السؤال هو رقم 2 3. كنلاحظوا أن نعاودوا باش تلاحظوا مزيان، كنلاحظ بهاد العربة، شوف على اليمين كيبان ليا موقف ديال السيارات، أما العربات كلهم واقفين هنايا، وهاد العربة خارجة من موقف ديال السيارات، يعني هي خارجة من موقف. واش تعطيك الأسبقية؟ لا، يعني ما نعتبروهاش خارجة من اليمن. ولاحظ معايا الطريطور أنه مرفوع واحد شوية، إذا هاد العربة ما خرجش من اليمن، خارجة من موقف السيارات، يعني واش نعطيها الأسبقية؟ لا. واش هي اللي تعطيني الأسبقية؟ نعم، داكشي باش كنجاوب صحيح هو 2 3. السؤال رقم 14، السياقة بمجال الرؤية أقل من 120 درجة ممنوع؟ جواب واحد، مسموح به؟ جواب 2، ينصح به؟ جواب 3. جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم 1. اذا هنا كيهضروا لنا على مجال الرؤيه. هذا المجال الرؤيه كاين عندنا جوج ديال المجال، كاين عندنا مجال رؤيه مباشر، وكاين عندنا مجال رؤيه غير مباشر. اذا المجال الرؤيه المباشر هو داك الشيء اللي كنشوفه قدامنا، هو داك الفضاء المرئي من قبل العين، يعني داك الفضاء اللي كتشوفه قدامك هو داك الفضاء اللي كيكون كيبان لك من بعينيك، ولكن بلا ما تحركها، يعني بلا ما تحرك، يعني انت جالس في المركبه ديالك، جالس في الكرسي ديال المركبه ديالك، وبلا ما تحرك عينك لا اليمين لا اليسار، وبلا ما تحركها لا الفوق لا لتحت. يعني هاد الفضاء هذا باش كيتقدر، يعني كيتقدر 180 درجه على مستوى الافقي، يعني انت بلا ما تحرك لا عينك لا اليمين لا اليسار
هذاك هذاك داك الفضاء كيتقدر 180 درجه على المستوى الافقي، و 120 درجه على المستوى العمودي. يعني العمودي هو من الفوق حتى لتحت، يعني العين ديالك كتشوف 120 درجه من الفوق حتى لتحت، وكتشوف 180 درجه من اليمين حتى اليسار بلا ما تحركها بلا ما والو. مزيان، يعني هذا الشيء باش مصوبه السياره وباش حنا داك المجال ديال الرؤيه اللي كنشوفوا. لكن هما قال لك السياقه بمجال الرؤيه اقل من 120 درجه، يعني داك كيهضروا لنا على المستوى العمودي. اذا الا كانت اقل من 120 درجه فراه ممنوع. وشنو اللي كيخلي انه اقل من 120 درجه؟ هو ان كيجي شي واحد وكيجي جيت الدجاجه القداميه وكيدير واحد الملصقات ويلصق الفوق ويلصق لتحت، فهنا كيكون المجال الرؤيه هبطه، يعني ما بقاش 120 درجه، ربما غيولي 110 ربما غي 100. فهاد الشيء ممنوع، يعني الا شافك الشرطي انك داير شي ملصقات الفوق ولا التحت فهاد الشيء ممنوع، ولا شافك داير على اليمين او على اليسار فانت داك المجال هذاك ديال 120 180 درجه للمستوى الافقي فانت ما خليتيش لنا 180 درجه، نقصتيها عاوتاني. اذا السياقه بمجال الرؤيه اقل من 120 درجه على مستوى العمودي ممنوع، والسياقه باقل من 180 درجه على مستوى الافقي ممنوع. متفقين دابا؟ واخا غادي نشوف المجال الرؤيه الغير مباشر، اللي هذا الشيء اللي كنا كنهضروا على مجال الرؤيه مباشر. اذا المجال الرؤيه الغير مباشر هو داك الرؤيه اللي كتعكسها المرايا. يعني انت قبيله هضرنا على الرؤيه، المجال الرؤيه المباشر هو داك الشيء اللي كتشوف قدام، ومجال الرؤيه الغير مباشر هو داك الشيء اللي كتشوفه اللور. هذاك الشيء اللي كتشوفه اللور فين كتشوفه؟ كتشوفه في المرآة الداخلية والمرآة الجانبية اللي على اليمين وعلى اليسار. إذا أنت باش كتشوف فكتكون التقدير ديال المسافة ماشي مضبوط 100% على حسب الطبيعة ديال المرايا اللي عندك، ماشي المرايات كلهم بحال بحال. وكذلك كيتختلف تقدير المسافة ما بين المرايا الداخلية والمرايا الخارجية. يعني أنت لو كنتي غادي وبغيتي تشوف واحد السيارة اللي موراك، حاول تشوف من الداخل غادي تبان لك المسافة. الا شفتي الجزم كتختلف ديك المسافه، يعني بجوج مختلفين المسافات ديالهم. داكشي باش انت كتحاول تميز هذيك العربه اللي موراك، حاول تشوفها من الوسط وتشوفها من الجزم باش تحدد ديك المسافه، يعني كيكون المجال ديال هذيك المسافه راه مختلف. بلا ما نكثر عليكم اكثر غادي ندوز للسؤال الموالي. السؤال رقم 15، الضوء الاخضر اللي شاعل في لوحه القياده كاين على اضواء الوراء، جواب واحد، أضواء الطريق جواب جوج، أضواء التقابل جواب ثلاثة. جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم واحد. إذا هذاك الضوء الأخضر اللي شاعل فهو كيعلن على أضواء ديال الوضع، وأضواء الطريق راه كنا شفناهم في السؤال اللي قبل اللي قبل ربما في السؤال رقم 10، فهذاك كان ديال أضواء الطريق، هو بالزرق كان أضواء الطريق. بقى لنا دابا الضوء واحد ديال التقابل، غادي نشوفه في سؤال آخر إن شاء الله. سؤال رقم 16، عندي انخفاض كبير في مستوى سائل الفراميل، نزيد من هذا السائل جواب واحد، من الواجب نمشي عند المتخصص جواب جوج، يمكن لي نكمل السير طالما لم يضيء الضوء جواب ثلاثة. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. يعني ملي تشوف انت عندك انخفاض كبير في مستوى سائل الفراميل، فمن الاحسن يا اما غتمشي عند متخصص او غتقول ميكانيكي او عند تقني متخصص، ماشي غتزيد تزيد هذا السائل هذا. فراه قال لك عندي انخفاض كبير، لا واخا تزيد غينخفض عاوتاني غيسبب لك مشكل. يعني ملي وقع لك هذا سميتو ولو ان الضوء ما شعلش، فراه ضروري خصك تشوف متخصص او ميكانيكي او تقني متخصص. هادو المصطلحات الثلاثه اللي سمعتيهم فجاوب عليهم. السؤال رقم 17، الهدف من الفحص التقني الاجباري هو تقليل عدد الحوادث، نعم جواب واحد، لا جواب جوج، ضمان سلامه المركبه، نعم جواب ثلاثه، لا جواب اربعه. الجواب الصحيح في السؤال هو رقم واحد ثلاثة. يعني الهدف من الفحص التقني هو الإجباري، الفحص التقني اللي كنديرو فباش نقللو مع واحد من عدد الحوادث ونضمنو سلامة المركبة، فهادشي شيء طبيعي وسؤال بسيط جدا. السؤال رقم 18، وقت رد الفعل كيتغير مع السرعة، نعم جواب واحد،
إلا جواب جوج. جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. إذن وقت رد الفعل ما كيتغيرش مع السرعة. وقت رد الفعل عنده علاقة بالسائق، عنده علاقة بالشخص، ما عندوش علاقة بالسرعة. يعني وقت رد الفعل الشخص اللي هو واش عيان، واش مزيان، واش كيشرب الأدوية، واش كيتناول الأدوية، كيشرب الكحول، كيتناول المخدرات، أو لأنه ما كيدير حتى شي حاجة. يعني وقت رد الفعل عنده علاقة بالسائق، ما عندوش علاقة بالسرعة باش يتغير. لكن المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل هي اللي كتغير مع السرعة. كيفاش؟ لأن وقت رد الفعل كنقولوا كيتقدر بالثانية، يعني الوحدة ديالو هي السكوند، هي الثانية. أما السرعة فهي الوحدة ديالها هو الكيلومتر على الساعة، يعني الكيلومتر بار أور، يعني الكيلومتر على الساعة. لكن مي كنبغوا نحسبوا المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل هي اللي كنقولوا كنشدوا العدد عشرات وكنضربوا في ثلاثة. يعني المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل كنشدوا عدد عشرات وكنضربوا في ثلاثة. يعني العدد العشرات ديال السرعة، يعني المسافة المقطوعة أثناء وقت رد الفعل هي اللي كتغير مع السرعة. أما وقت رد الفعل ما كيتغيرش مع السرعة، فهو عنده علاقة بالسائق. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا السؤال مزيان. السؤال رقم 19، هذه العلامة كتعلن على وجود مدرسة. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم جوج. يعني هذه العلامة اش كتقول؟ هذه العلامة كتعلن على مكان كيتواجدوا فيه الأطفال. ما كتعلنش على مدرسة، ما كتعلنش على ملعب رياضي، ما كتعلن على حتى شي حاجة. كتعلن على مكان كيتواجدوا فيه أطفال، هذا هو سميتها. داكشي باش جاوبنا جواب صحيح هو رقم جوج. سؤال رقم 20، أضواء التقابل شاعلين، نضيف لهم أضواء الضربة الأمامية. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. أضواء الضربة الخلفية. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم واحد ثلاثة. أنا غادي تنتبهوا معايا مزيان وغادي نشرح لكم هادشي، وهنا غيكون كاين عندنا واحد التغيير في داكشي اللي كنا كنقراو قبل. إذا هنا الجو كيدير، كاين الضبابة، يعني أنت شعل ضوء التقابل وزدتي عليه ضوء الضبابة الأمامية وزدتي عليه ضوء الضبابة الخلفية. لكن رد بعيا البال، السؤال غيجيك ساهل دابا، لأن داكشي اللي حافظ، حافظ أنك ضوء التقابل، ضوء الضبابة القدام، ضوء الضبابة الخلف، لأن الضبابة. ودابا حاول تسجل معايا في شي كتاب، ومرة مرة غنعطيك هاد المعلومات هادو. إلا شتي الضبابة وشتي الثلج، شنو خصك تخدم؟ أنت كتعرف بلي خصك تخدم ضوء التقابل، وغتخدم ضوء الضبابة الأمامية، وضوء الضبابة الخلفية. هادو ثلاثة أنت عارفهم، غتزيد عليهم حتى ضوء الوضع، إجباري على أنه يخدم. يعني دابا ولات في الضبابة والثلج، غادي نخدم ضوء الوضع، وضوء التقابل، وضوء الضبابة الأمامية، وضوء الضبابة الخلفية، بربعة غتحطهم. فيما تشوف دور الوضع غيزيدو حتى هو، الا ما زدتيش غيكون لك جواب خطا. اذا غادي ندور للمطار، مي تكون الشتا كطيح، مي تكون الشتا كطيح، شنو اللي عارف نتايا؟ عارف بلي كنخدموا اضواء التقابل واضواء الضبابه الاماميه. يعني في الشتا كنخدموا اضواء التقابل وكنخدموا اضواء الضبابه الاماميه، هادشي اللي عارفين. زيد اسيدي عليهم حتى اضواء الوضع، اجباري انك يعني مي غتشوف الشتا غادي دير دور الوضع، وغادي دير ضوء التقابل، وغادي دير ضوء الضبابة الأمامية، بثلاثة غادي ديرهم. واضح؟ اللي ممنوع هنا ما نديروش هو أن ضوء الطريق ما غنديروش، لا في الشتا، لا في الضبابة، لا في الثلج. ولكن في الضبابة ممنوع عليك أنك دير ضوء الضبابة ديال الخلف. إذا مزيان، نكرر المعلومة. الضبابة والثلج، شنو غادي تخدم؟ ضوء الوضع، ضوء التقابل، ضوء الضبابة القدام، وضوء الضبابة الخلف. وفي الشتا شنو غادي تخدم؟ أضواء الوضع، أضواء التقابل، أضواء الضبابة الأمامية. هذا هو الجديد اللي كاين.